بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا الموقع ديال كينيتا ترانسيس اخ ديالنا السي البحري. بالنسبه للحفل، الحفل كان منصف بالنسبه لي انا، وبالنسبه لواحد المجموعه اللي تناسات في هذه المدينه هذه وكان عندها دور كبير، الجانب الرياضي ولا الاجتماعي ولا التربوي ولا الثقافي. وكان مصيب لان كل واحد خدا النصيب ديالو من الاعتراف ديال الاعمال ديالو اللي قام بها طوال سنوات ديال التطوع الجمعوي والسياسي كذلك، لان الجانب السياسي مرينا به حتى هو وضفناه، وكان الحمد لله غادي في المسار الصحيح، على خلاف وانا كنقولها وكنأكدها، على خلاف هذا الحفل هذا كان مختلف على واحد المجموعه ديال التكريمات اللي شابتها المحاباه بدون ما نعرفوا هاد الناس هادو، كنلقاهم كيتكرموا ذاك لا هذا ما كيصرفش في الصالح العام، اللي كيستحق شي حاجه نشجعوه نكرموه. وتحياتي الاخوان ديال الاتحاد الجهوي والاخ حكيم دومي.